هو مبني رانا شفناه اللي ما كانش بحث فيما يخص الارشيتكتور. ما زلنا نهز مربع نحط فيه ربع كات اونيتي دو لوجمون وندير لا فاصاد سي لا ميم فاصاد اللي راني نشوف فيها هنا تتكرر راهي متكرر. ما كانش بحث حنا نديروا لي كونكور دارشيتكتور باش يكون فيه حاجه جديده لمسه جديده. دونك الكنوا في راهو واش راهو جاي في البرامج نتمنى ما نشوفش نفس لي فاصاد حنا درنا بحث وعلقينا حلول راح نستعملهم في برنامج عد ثلاثة اللي راهو ان شاء الله ننطلق فيها قريبا. ما راحش يكون بنفس الشيء، راح نجيب حاجه جديده، لكن الهيئه الوطنيه للمهندسين المعماريين هنا اللمسه تاعكم راهي مهمه جدا. رانا نبني لاجيال، السكنات راح تبقى سنين، راح اون جوجي سو لارشيتكتور في المدار التدريس. دونك المكتب الدراسات ولا الكنوة يعني في على المستوى المحلي ولا الكنوة على المستوى الوطني نتمنى تكون ان ريشيرش دارشيتكتور يعني اللي تجيب اضافه النمط العمراني للمواطن ولحياه المواطن، لانه هذاك كونسيبسيون ارشيتكتور راح نسهل على المواطن. نعول عليكم ان شاء الله.